اتفاقية للتعاون الثقافي والفني وقعتها حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية قرغيزيا لتعزيز العلاقات والروابط بين البلدين. وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح أوضح خلال حفل التوقيع مع وزير الثقافة والإعلام والسياحة القرغيزي بارتين بيك مقصودوفا أن الاتفاقية تأتي بوقت تحتفل فيه الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية 2016 والاحتفال بأعيادها الوطنية. في هذه الاحتفالات الوطنية يسعدنا أن يكون أو أن تكون زيارة هذا الوفد الصديق من قرغيزستان من آسيا الوسطى، حيث تجمعنا علاقات تاريخية وتجمعنا روابط عديدة ثقافية ودينية نعتز فيها. وبالتالي في هذه المناسبة تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال الثقافي، كما يشرفنا ويسعدنا أن تحتفل قرغيزستان معنا في احتفالاتنا الثقافية والوطنية بمشاركة بوقت ثقافي كبير تعبيرا لما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات متميزة. بدأها زيارة فخامة الرئيس القرغيزي بدعوة من سيد حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لدولة الكويت. ونحن نعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة قرغيزستان في مجال الثقافة نقطة انطلاق أساسية بالتعامل في هذه المجالات، وكذلك إقامة الأسبوع الثقافي القرغيزستاني في دولة الكويت نعتبره جسرا بين ثقافة بلادنا وثقافة دولة الكويت.